الله نبدا في المثال. ركز معي شويه شباب. قال لك the total solar radiation on the south facing اول شرط, vertical surface ثاني شرط, at solar noon ثالث شرط, on the June 21 and 21 ديسمبر. هذه خليها كم هوم وورك. هذه يا شباب هوم work. اتمنىكم تحسبوها. Using the giving below. اعطاك الاول حاجة الـ I هي 23. Reflectivity of the ground الـ BJ تساوي 0.6. Assume the sky to be cloud. اعتبر ان السماء مغيمة. اول حاجة نبدو بحل. Given the altitude angle اعطاك الـ I تساوي 23. Our angle هي ال H أو رأينا طبعا بنحسبه ال H متاعنا. ال H تساوي 0 تمام. هي السولار نون تمام. نجول ال N متاعنا تحسب جولاي جون اللي حتلقاها في جدول, هي 51 زائد I 51 زائد 21. فال N متاعنا شو تساوي؟ 172. نجو توا اول حاجه نحسبوها هي شنو الديكلينيشن انجل. عندي الان الديكلينيشن انجل طلعت لنا 23.5. طبعا الاتش تساوي 0. هذه قاعده عندنا من الشروط من البدايه. طبعا تيلت انجل, وبما انه قال لك فيرتيكال معناها تساوي كم؟ 90. ويل زايموث انجل لان قال لك ساوث فيسنج معناها زيرو, لان زي انجل زي ما قلنا نحن يا شباب هيك اتجاه الجنوب تمام. هيك زي انجل هي زيرو تمام. هيك موجب 90 تمام, وهيك سالب 90. سالب 90 لك يعني بمعنى نرى اللوح متاعنا موجه في اتجاه الجنوب على طول تمام. لما نقول لك facing south معناها قاعد في اتجاه جنوب, معناها نحن راهو ما فيش اي انحراف في اتجاه جنوب لا يمين ولا يسار تمام. لكن كان قلت لك يمين ولا يسار حنعطيك الزاويه, لكن نحن نقول facing south معناها راهو في اتجاه جنوب, معناها راهو ما فيش اي انحراف تمام. معطيك المطلوب الثاني reflectivity اللي هو الانعكاسيه. معطيك اليوم طبعا يو 21.6. طبعا الالتيتيود انجل ات سولار نون, طبعا هو قال لك سولار نون معناها اقصى قيمه. كم بدري عندها قانون حنحسبوها بها اللي هي باي على 2 ناقص الاي اللي هو الالتيتيود انجل ناقص الدي اللي هي الديكلينيشن انجل. قانون عوض حيطلع معك على طول ان شاء الله. نجي هنا دايركت راديشن اللي هو القانون الاول تساوي اي في الاكسبت ماينس بي على ساين بي, وتساوي تعويض مباشر على طول. A ودك تاخذها من جدول حتلاقيها نفس الرقم والله تقريبي على البي حتى هي من جدول على ساين البيتا. طبعا البيتا ولا الالفا اهم حاجه تقدر تعرف زاويه الاشعاع الشمسي تمام, وتساوي 875.4 وات على المتر المربع. هذا هي الاشعاع اللي جاء من الشمس على طول تمام. نجيب الاي كوساين الثيتا وتساوي 875.4 في كوساين. طبعا الثيتا اللي هي زاويه الميلان اللي هي الالتيتيود انجل اسولار تمام. نجول الديفيوز راديشن حتى هو تعويض مباشر. السي في الاي دي في الاف دبليو اس. الاف دبليو اس بما ان قال لك هو يا شباب فيرتيكال معناها 90, معناها كم قلنا 0.5. انت بدون ما تحسبها طول خليك فيرتيكال ولا هورزنتال من الشروط تقدر تحسبها. فتساوي سي خليناها من جدول الاي دي اللي حسبناها مضروبه في الاف دبليو اس وتساوي 59.1 تمام. نجول ريفلكتد راديشن فروم ذا جراوند المنعكس من الارض قانون بتاعه. بعدين اي ار تساوي تعويض مباشر على طول هتعطينا كم؟ 280.36 واط على المتر المربع. الاي توتال شنو تساوي؟
346 بوينت 4 وات على المتر المربع. ما تستغربوش راول لو انك شفت اي اهم حاجه زي ما قلت لكم تعرف اسم الزاويه، الرموز يتغيرن وحتى المعادلات هذين يتغيرن. فنحن الغايه الورد نعرفوا الزوايا، اسماء الزوايا فقط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.